إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في درس جديد من دروسنا في الآداب الإسلامية، وما زال حديثنا موصولا حول آداب اللسان، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديثنا الآن عن آفة أخرى من آفات اللسان، بعد أن تحدثنا عن آفات في دروسنا السابقة، نتحدث الآن عن آفة السخرية والاستهزاء بالناس، أنك أنت تسخر من الآخرين أو تستهزئ بهم على سبيل الضحك وعلى سبيل الاستهزاء، وأيضا كثرة المزاح. ونقول كثرة المزاح لأن القليل من المزاح ليس فيه مشكلة كما سنبين، ولكن الكثرة في المزاح والمداعبة ربما تؤدي إلى نفور الآخرين منك. عملية السخرية والاستهزاء، أنك أنت تسخر من الآخرين أو تستهزئ بهم، لا ريب في خطرهما وأثرهما السيء على الآخرين، لا سيما في نفس المستهزئ به والمسخور منه. ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى السخرية والاستهزاء بصريح اللفظ في قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأما المزاح فإن كثرته والإفراط فيه هو المذموم المنهي عنه، لأنه يورث الغل في قلوب الناس، لا سيما إذا أكثر منه. ولذلك قيل في منصور الحكم: المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب، يعني الذي يكثر المزاح تذهب هيبته. ولذلك يعني كما قلنا يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب. وقال عمر للأحنف: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر مزاحه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل ورعه، ومن قل ورعه ذهب حياؤه، ومن ذهب حياؤه مات قلبه. أيضا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: اتقوا المزاح فإنها حمقة تورث ضغينة، اتقوا المزاح فإنها حمقة تورث ضغينة، بمعنى أن الإنسان إذا أكثر المزاح، هو الشخص الذي يمزح تقل هيبته، والشخص الذي يمازح، يعني الذي تمزح تمازحه أو تسخر منه أو تستهزئ به، فإنه ربما يضمر لك ضغينة وكراهية في الصدر بسبب السخرية والاستهزاء منه. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبين مفاسد هذه الأمور، يقول في رواه الإمام البخاري في صحيحه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي في النار أبعد من الثريا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي في النار أبعد من الثريا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت مثلا ربما وأنت جالس مع الناس بتتكلم كلمة فيها كذب حتى يضحك الجلساء، أو تسخر من إنسان جالس معك، أو حتى إنسان غائب عن هذا المجلس تسخر منه لكي يضحك للناس. هذه الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام البخاري في صحيحه، يقول: يهوي بها في جهنم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس يهوي ليضحك بها جلساءه يهوي في النار أبعد من الثريا. ثريا النجم الذي نراه في النجوم، يعني شوف المسافة التي بيننا وبين النجوم دي يعني آلاف الكيلومترات. الإنسان يهوي في جهنم في الدرك الأسفل بسبب هذه الكلمة. هو طبعا يظنها هينة، يقول لك يعني وما المشكلة أن الإنسان يتكلم بكلمة هكذا، أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الحقيقة يعني قرر العلماء أنه ليس كل المزاح حراما،
إنما الإفراط فيه والإكثار منه هو المنهي عنه. أما القدر اليسير الذي يشيع السرور ويروح القلوب وينفي عنها السآمة والملل وينشطها على الطاعة والعمل فهو مندوب إليه مطلوب لذاته لا سيما بين الإخوان والأصدقاء والخلان. أن إذا كان شيء يسير هكذا مرة مرة فهذا إيه؟ فهذا أمر ليس فيه شيء. وقديما مدح الشعراء الرجل الذي يخلط الجد بشيء من الفكاهة واللعب، فقال أبو تمام: الجد شيمته وفيه فكاهة طورا، ولا جد لمن لم يلعب. يعني بيقول أن يعني من شيمات الرجل الخلوق يعني أنه يعني مرة مرة يخلط الجد باللعب، أو تكون فيه كده دعابة يسيرة، ولكن لا يكون هذا من طبيعته على سبيل على سبيل الدواء. وعلى هذا الأمر اللي هو المزاح اليسير كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين. يعني كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمزح مع صحابته، وسنضرب أمثلة لهذا الأمر. وصار على هذا المنهج بعض الصحابة وبعض التابعين. من ذلك ما رواه الإمام ابن ماجه في السنن أن صهيب، معروف سيدنا صهيب الرومي، يعني قدم من مكة فنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشتكي عينيه وهو يأكل طمرا. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو يعني في وجع في عينه، وفي نفس الوقت بيأكل في ليه؟ بيأكل في الطمر اللي هو سيدنا صهيب يعني. فقال له: أيا صهيب، تأكل الطمر على علة عينيك؟ يعني بيقول له: كيف تأكل الطمر وأنت عينيك فيها إيه؟ فيها وجع. بيمزح معه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إنما آكل من الشق ليه؟ الصحيح. يعني عيني ليس لا ليس ليس فيها يعني ليس في مشكلة في العين بالنسبة للإيه؟ للأكل، إنما آكل من الشق الصحيح. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت إيه؟ حتى بدت نواجذه. فيما رواه الإمام الترمذي أيضا أن عجوزا من الأنصار، يعني امرأة كبيرة السن، أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبتقول له: يا رسول الله، أدعو الله لي بالمغفرة. يعني كانت امرأة كبيرة السن، فجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم يعني تطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة. طبعا يعني طلب المغفرة يعني حتى تكون النتيجة أنها تكون من أهل إيه؟ من أهل الجنة. فبتقول له: يا رسول الله، أدعو الله لي بالمغفرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز؟ يعني أنت أصلا غفر لك أم لم يغفر لك؟ الجنة ما بدخلهاش إيه؟ ما بدخلهاش عجائز. فبكت، فطالما أنها لن تدخل الجنة فظلت تبكي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: لست يومئذ بعجوز. أنت في يوم القيامة مش هتكون إيه؟ مش هتكون عجوز. أما قرأت قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. إن أنشأ إن يعني أهل الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم عن النساء التي يدخلن الجنة: إنا أنشأناهن إيه؟ إنشاء فجعلناهن أبكارا. يعني المرأة ترد إلى إيه؟ إلى حالتها الأولى في أيام شبابها، فجعلناهن إيه؟ أبكارا، يعني تصير امرأة إيه؟ بكر صغيرة إيه؟ السن. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن إيه؟ أبكار عربا أترابا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة إن الجنة لا يدخلها عجائز، والرسول صلى الله عليه وسلم من باب إيه؟ من باب المزاح معها، ولكن المرأة فهمت الأمر على إيه؟ أنها فعلا لن تدخل إيه؟ الجنة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ في يوم القيامة لن تكوني يعني عجوزة، وإنما سترد إلى حالة الشباب. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام نظر إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة، كان بيصلي وأسرع في صلاته، وبعدما انتهى من الصلاة طلب من الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم زوجني من الحور العين. طب لما انت تريد انك انت تتزوج من الحور العين يبقى لابد انك انت تحسن ليه؟ تحسن الصلاه. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبسم من دعائه، يعني هو يعني اسرع في صلاته وضرب الركعتين اللي هيصليهم سريعا هكذا، وبيقول لك: اللهم زوجني من الحور العين. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له: يا هذا،
أسأت النقد وأعظمت الخطبة. يعني أنت يعني تطلب خطبة الحور العين وفي نفس الوقت أسأت أسأت المهر يعني ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذا أنت تريد أنك أنت تتزوج من الحور العين يبقى لابد أنك أنت توفي مهر الحور العين. أيضا من الفقهاء الذين كانوا يعني يتسمون بروح الدعابة الإمام أبو حنيفة رحمه الله. جاء إليه رجل في يوم من الأيام وقال له يا أبا حنيفة، بيسأله سؤال فقه يعني، لأنه طبعا معروف أنه فقيه، ده أبو الفقهاء، لأنه حتى الإمام الشافعي قال كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، يعني كل من أتى من الفقهاء من بعد الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 هجريا وتوفي سنة 150 هجريا، فعشان كده كان هو أبو الفقهاء وأول من تكلم في المسائل الفقهية باستفاضة يعني. فالرجل بيسأله بيقول له يا إمام، إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ يعني لما أدخل النهر للاغتسال يعني أتوجه إلى القبلة في حالة الاغتسال أم أتوجه إلى جهة أخرى؟ فقال أبو حنيفة الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق، خليك من القبلة ومن عدمها، ركز على الايه، ركز على الثياب التي نزعتها لئلا يسرقها احد. الامام الشعبي ساله رجل عن المسح على اللحيه، لما طبعا في الوضوء يعني من السنه ان يغسل الانسان وجهه اذا كانت لحيته كثيفه فيخلل ايه، يخلل يعني يدخل اصابعه في لحيته يخللها بالماء. فالرجل سأل الشعبي بيسأله عن المسح على اللحية، فقال له الشعبي خللها بأصابعك، يعني بلل أصابعك بالماء وخلل لحيتك. فقال له الرجل يعني إذا خللتها بأصابعي أخاف ألا أبللها، يعني من الممكن هي لا تبلل بالأصابع. فقال له الشعبي إن خفت ألا تبلل فأنقعها في الماء من أول الليل، خليها في المية كده من أول الليل من أول الليل عشان الماء يصل إليه، بيتها في المية يعني. وروي أن خياطا مر بالشعبي، الشعبي ده كان أيضا مشهور يعني بالدعابة وكسرة المزاح، فمر عليه خياط في وهو مع امرأة في المسجد، كانت فيه امرأة بتسأله يعني، فمر عليه خياط واحد بيخيط الثياب يعني، فقال له أيكم الشعبي؟ ما هو ما يعني هو الشعبي وواقف وامرأة أخرى. فقال له الخياط أيكم الشعبي؟ فقال مشيرا إليها هذه، يعني أشار إلى المرأة وقال لها هي الشعبي. يعني إذن من خلال الأمثلة التي سقناها يعني من مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الصحابة ومن التابعين، نقول إن الإنسان إذا كانت فيه شيء من الدعابة وشيء من المرح فليس في هذا حرج، المهم ألا يكثر إيه؟ ألا يكثر منه، لأن من كثر ضحكه كما قلنا في البداية قلت إيه؟ قلت هيبته. والإنسان يعني في برضو حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إن هو الحديث أصلا ده وصية من إحدى الوصايا الخمس التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. رسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح بيقول من يأخذ مني هذه الكلمات فيتعلمها ويعلمها من يعمل بهن. فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت الإيه؟ تميت القلب. دي الوصايا الخمسة يعني. المهم الشاهد فيها اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت الإيه؟ تميت القلب. وسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول اتقوا الله وإياكم والمزاح فإنه يورث الضغينة ويجر إلى القبيح، تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال. والإمام ابن عباس رضي الله عنه فسر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف
وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال في قول سبحانه وتعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فقال الصغيرة هي التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، أنك أنت تسخر وتستهزئ وتتبسم سخرية من إيه؟ من الإنسان المؤمن. والكبيرة هي القهقهة بذلك، أنك أنت تعلي صوتك بالقهقهة يعني بالضحك يعني وسخرية من إيه؟ من إنسان آخر. وفي هذا دلالة واضحة على كراهية السخرية والاستهزاء ما قل منهما وما كثر. أما المزاح فالمطلوب القصد فيه، قال سعيد بن العاص لابنه وهو يعظه قال له اقتصد في مزاحك فإن الإفراط يعني في المزاح كما قلنا اللي هو أحد يقول لك أنا بهزر يعني أو بمزح مع الآخرين، قال له اقتصد في مزاحك يعني اعتدل فيه فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء. ودي فعلا حقيقة، أنت لما تكسر من الضحك مع عامة الناس يعني ربما واحد لا تربطك به علاقة صداقة ولا علاقة صحبة من الممكن أنه يسخر منك في وقت من الأوقات. لماذا؟ لأنه أنت جرأته عليك. فبيقول لابنه إن الإفراط في المزاح يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء، وإن التقصير فيه يفض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحبين. يعني بدون إفراط ولا تفريط، يبقى إيه؟ عملية الاقتصاد والاعتدال فيه. وما أجمل ما قال في ذلك أبو الفتح البستي، قال أفض طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. يعني المزاح كده في أثناء الكلام وفي أثناء الحوار بينك وبين أصحابك يكون بمقدار الطعام في ليه في الملح. شوف الطعام لو أنت يعني زدت فيه من الملح لن تستطيع أنك أنت تأكله، ولو أكلته بيكون على بشيء من المضر. وكذلك الحال لو لم تضع فيه إيه الملح يكون يعني له طعم مختلف. فإذا بيقول له يعني أو معنى كلامه أن المزاح يكون في الكلام بمقدار الطعام في الإيه بمقدار الطعام في الملح. لما نصل إلى 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 السخرية والاستهزاء والإفراط في المزاح نكون قد وصلنا إلى آخر حديثنا في الحديث عن آفات اللسان. نحن تحدثنا طبعا تقريبا يعني ده ربما يكون الدرس الثالث أو السابع في هذا الأمر في آداب اللسان، يعني بدأناها بأمور كثيرة ووصلنا إلى هذا الأمر اللي هو النهي عن السخرية والاستهزاء بالآخرين. لو أردنا أن احنا نجتنب آفات اللسان التي تحدثنا عنها من قبل، فلا بد أن نعلم أن الإنسان لو لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. بمعنى أنك أنت طالما أنك يعني لا تشغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى ولا بقراءة القرآن الكريم ولا بالاستغفار ولا بالتسبيح ولا بالتحميد ولا بالتهليل ولا بالتكبير، فبطبيعة الحال سيكون حديثك عن الايه عن الآخرين، وبالتالي ستتدخل فيما لا يعنيك، وينطبق عليك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. إن من الأمور الفاضلة كما قررنا قبل ذلك أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه وينشغل بأمر نفسه، لأن انشغاله بأمر نفسه يحاول أن يصلحها ويحاول أن يجاهد نفسه لكي يترقى في أمور الدين وفي أمور الدنيا. وأيضا يصاحب الفضلاء، يصاحب الأخيار من الناس الذين يعني لا يمل حديثهم، والذين لا يتحدثون بغيبة أو نميمة أو بسخرية أو باستهزاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إلا مصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. يعني الإنسان اللي هو السيء لابد أنك أنت سيجر عليك من إيه؟ من معاصيه ومن سيئاته. الإنسان الصالح ستستفيد من إيه؟ من صلاحه ومن طاعته.
وبعدين من أعياه أمر لسانه وغلب عليه شر شيطانه فلم يستطع إن هو يعني أن لم يستطع أنه يتكلم بكلام حسن على الأقل يصمت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال أنس بن مالك لرجل بعثه في حاجة قال له: إياك وكل أمر تريد أن تعتذر منه، وإذا أردت أن تتكلم بكلام فانظر فيه قبل أن تتكلم به، فإن كان لك فتكلم به، وإن كان عليك فالصمت عنه خير لك. وقال سفيان الثوري: كان يقال طول الصمت مفتاح العبادة. طول الصمت بمعنى أن الإنسان كلما كثر صمته كلما كان ورعا وكلما كان أقرب إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيقول بيخاطب لسانه يعني يقول له: ويحك قل خيرا تغنم وإلا فاعلم بأنك ستندم. يعني هو في جلسة محاورة بينه وبين نفسه بيقول لسانه: إما أن تقول خيرا فتغنم بهذا الأمر وإلا ستندم على إيه؟ على ما تتكلم. فقيل له: يا ابن عباس أتقول هذا؟ قال: نعم، بلغني أن الإنسان ليس هو يوم القيامة أشد منه على إيه؟ على منه على لسانه إلا أن يكون قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. إذا حفظ اللسان مكرمة جليلة من مكارم الأخلاق التي تحلى بها العرب منذ قديم الأزمان، وجاء الإسلام فثبتها وتممها انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويعني نستطيع أن احنا نلخص هذا كله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي لما سأله سيدنا معاذ بن جبل بيقول له: يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا بحصائد ألسنتهم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن السبب الأعظم في دخول الناس النار يوم القيامة هو بسبب الإيه؟ بسبب حصائد الألسنة. وهل يكب الناس، يعني الناس كده تكب في النار، ترمى في النار كبا، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا بحصائد إيه؟ إلا بحصائد ألسنتهم. إذا معنى ذلك أن الإنسان من الممكن هو يكون من المكثرين من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة ومن الأعمال الصالحة ومن وجوه الطاعات والبر، ومع ذلك تذهب هذه الأمور بسبب إيه؟ بسبب أنه لم يحفظ لسانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما سأل سبحانه وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وبارك لنا في أرزاقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.